مركزي. كنت حكينا اليوم على الوضعية، الشعب التونسي يحب يعرف. وضعية صعبة، صعبة برشا. كي نقولوا احنا نسبة نمو إلا 8.3، كي نقولوا أن نسبة البطالة باش توصل إلى حدود 21%، أي حوالي 1 مليون عاطل عن العمل، حوالي أكثر من 220,000 من المعطلين عن العمل أصحاب الشهادة العليا. اليوم إضرابات قطاعية، القضاء مضرب، المهندسين مضربين، احتجاجات في العديد من الولايات، في كل الولايات، دليل على أن اليوم الدولة تعيش إلا بخلاص أجور ونفقات الأجور، دون هناك أي يعني تمويلات للاستثمار. 4 مليون دينار، حوالي مليار دينار معناها حوالي الاستثمارات، بينما في السنة الفارطة واللي هي أقل كانت 6.9 مليار دينار، ودليل قاطع على أن غياب كامل لحاجة اسمها استثمار، اللي ممكن في السنة القادمة نقولوا فما أمل على أساس أنه ممكن تقليص من نسبة الفقر، تقليص من نسبة البطالة، تقليص توزيع لمشاريع عادلة. لكن الظاهر أنه التوانسة اليوم السنة باش يعيشوا سنة أصعب من اللي تعديت عليهم، خاصة مع مخلفات جائحة كورونا. كورونا هي كما يقال القشة التي قسمت الظهر الكورونا، لأن الأزمة الاقتصادية متواصلة لها سنوات، ولكن الآن بالكورونا أصبحت حادة وحادة جدا، ممكن تؤدي إلى الإفلاس، خاصة في خصوص الصراع ما بين البنك المركزي الذي رفض تمويل الخزينة العامة، خزينة الدولة، باعتبار أن القانون 2016 لا يخول له، باعتبار كذلك المنظمات الدولية والممولين الدوليين يرفضون التمويل المباشر بالنسبة لخزينة الدولة، وبالتالي توا هناك إشكالية كبيرة وكبيرة جدا في تمويل خزينة الدولة من قبل يا إما يعني المنظمات الدولية، الممولين الدوليين كما صندوق النقد الدولي، ولكن بنسبة نمو 8.3 صعب وصعب جدا المانحين أن يقدموا يعني تمويلات، وكذلك هناك أزمة مع البنك المركزي الذي يرفض ويمنح إلا في حدود 3 مليار دينار فقط، وهذا لا يمكن بحال الأحوال أنه هو يغطي ميزانية الدولة. اليوم حكينا مع بعض الأطراف السياسية والنواب عن العديد من الكتل، ربما يوجهوا اتهامات لبعض الأطراف السياسية على غرار حركة النهضة، حزب قلب تونس، اللي ربما يساهموا في تعميق الأزمة الاقتصادية اللي تعيشها البلاد اليوم. هل صحيح الكلام هذا؟ هو الإشكالية أن الأزمة اللي مواصلة هم نفس اللي حكموا قبل هم اللي حكموا تو، يعني كما نقولوا حركة النهضة، كما نقولوا نداء تونس، اليوم حركة النهضة وقلب تونس اللي هما خيارات ليبرالية متوحشة أكدت على أن الخيار الاجتماعي غير موجود، وبالتالي نعتبر أن ما زالوا مواصلين في المنهج الليبرالي اللي أدى إلى الدولة الإفلاس، واللي أدى أن مقترحاتهم وطريقة تعاملهم مع معناها ميزانية الدولة أو الحكم في الدولة هو دليل على أنهم فشلوا، ولكن رغم ذلك هم مصرين على أنهم هم يكونوا في سدة الحكم بمافيات سياسية، بتمويلات سياسية مشروعة، طبعا هناك كذلك لا يمكن بحال الأحوال أن ننسى أن هناك لوبيات وعائلات نافذة هي اللي تعتبر أن هي اللي عندها الحق في أنها تمتلك ثروات البلاد، والبقية من الشعب التونسي لا يمكن بحال الأحوال أن هو يتقاسم عن الثروات هذه. اليوم شنو هي وضعية البرلمان مدام ليلى، وشنو هي وضعية نواب الشعب في ظل الأزمة اللي تعيشها البلاد واللي يعيشوها التوانسة، في ظل الأزمة يعيشها العديد من الأطراف على غرار ربما المؤسسات الصغيرة المتوسطة، أصحاب المهن الحرة، وفي ظل الوضعية الاقتصادية ربما نجم نقولوا حتى كارثية، يعني شنو وضعيتكم اليوم كسلطة ضغط على الدولة لتخفيف الوطأ والعبء على التونسيين اليوم؟ كتلة ديمقراطية تحاول جاهدة أنا من خلال اللجان أن تقدم مقترحات وتعديل فصول وبنود في القوانين، تحاول قدر الإمكان أن هي تقدم بديل في أن هي تركز المفهوم الحقيقي للنائب الشعب، لكن للأسف الشديد أنت تعرف التشرذم متاع البرلمان هذايا في مختلف كتل وأحجام سياسية أدى إلى صراعات في وترديد المشهد البرلماني،
وأعطى صورة سيئة وسيئة جدا للعمل البرلماني. وهذا التشتت هو اللي ما يكونش غير قادر على أنه هو ينقذ البلاد أو يساهم في إنقاذ البلاد كسلطة تشريعية أصلية اللي تمنح القوانين وتعطي مبادرات تشريعية قادرة على إنقاذ البلاد على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي. للأسف الفترة هذه تشهد مناخ متعفن باعتبار أن يا إما رجال أعمال أو كناطرية أو ناس نافذة أو مراهقة سياسية أو تطرف يميني يميني. ونشهد التلاسم والعنف السياسي الموجود داخل البرلمان أكبر دليل أن نعتبر أن ليست هناك حل في حل الأزمة هذه إلا بإعادة التفكير في النظام السياسي. شكرا مدام العبيدي.